استشهد 5 أطفال وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهرعت مركبة الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وعملت على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة سكنية مأهولة بالضاحية الجنوبية لبيروت يثبت أن الاحتلال لا يقيم وزنا لأي اعتبارات قانونية، وطالب ميقاتي المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه المجازر الإسرائيلية. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، ونشرت قوات الاحتلال حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأصباط تزامناً مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة. التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إني الإيطالية على هامش مؤتمر غاستك العالمي للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في جلسة نقاشية بعنوان فتح أفاق لفرص الاستثمار رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر، حيث عقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات 100 مليون صحة ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف التسهيل على المواطنين وإتاحة خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للصحة العامة لمختلف الفئات، وكذلك التواصل الفعال مع المواطنين طوال الوقت ومشاركة المعلومات الصحية.